السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة سهلة وسريعة ديال البايلة. غادي نوريكم المقادير وأنا كنخدم بهم إن شاء الله. مهم هادشي اللي عندنا. غادي نبدأو على بركة الله. غادي ناخد بصلة مشلطة وندير فيها شوية ديال الزيت البلدية في المقلة ديال البايلة أو في أي مقلة بغيتو تخدموا بها على حسب الأشخاص. كنشدو هاد الفلفله هادي الحمراء الصغيره وكندير شويه ديال الجلبانه، حنا كنبغيوها بكثره، نتوما طبعا كل واحد والاختيار ديالو. كنحركوه مزيان حتى كيدبل وداك البصله كتدبل كامله. عاد كنزيدو عليها شويه ديال الثومه غبره او ثومه محكوكه، معلقه ديال البزار ومعلقه ديال الملحه، وكنعاودو نخلطو ونزيدو شي شويه ديال الزعفران زغبه، او اللي عنده الزعفران ضامه يحطها حتى هي كتنفع. المهم كنستمروا في التحريك باش ما يتحرقش لينا داك الخضره اللي كتكطيب. كناخذ الروز، انا درت هنايا الروز ديال الجازمن. كاين واحد الروز كيسميوه سبانيش رايس، كاين في المحلات الامريكيه كامله، وكاين الروز في المغرب حتى هو اللي بغيتو تستعملوه. اي حاجه كتنفع في البايله. كنزيد هنايا 3 ديال المعالق ديال المطيشه ديال الحك، ونزيد واحد شويه ديال المرقه ديال الحوت، وكنخلط مزيان باش كندوز داك المطيشه ديال الحك للخليط كامل. بالنسبه للمرقه ديال الحوت كناخذ داك السكين ديال الشريمب وكنغلي فيه الماء مزيان، ومن بعد كنزيد كنوره ديال الحوت. بغيتو ديروها مبغيتوش ديروها، يمكن ديروا الكنوره ديال الدجاج الا بغيتو. المهم انايا هادو اللي درت صافي. وكنزيد شويه ديال كنبقى غاده وكنزيد شي شويه بشويه. تقريبا غادي نحتاجو لتر ونص ديال هاد المرق ديال الحوت كما كتشوفوا. كنزيد غير شي شويه ديال الماء بما حركت سميتو كامل، ومن بعد كنزيد واحد الخنيشه ديال غويا سازون. انا نوريها لكم دابا، هي هذه فيها الطعم ديال الزعفران، كتكون زوينه غير كتعطي داك اللون بحال هكا كحمامر مزيان، حيت الزعفران هذا الزغبه اللي عندي ماشي حقيقي بزاف. دونك نتوما عندكم الزعفران يكون موجود مزيان. دونك دابا كننقصوا شويه العافيه وكنزيدوا من المرقه وكندوزوا الماء لجميع الرز، وكناخذ جناوح ديال الدجاج اللي غير قليتهم في شويه ديال زيت البلديه قبل ما نبدا نطيب، غير بوحديتهم هكا كما هما. طبعا لكم الاختيار ديروا في خوضه ولا ديروا اي حاجه. انا كيعجبونا نديرو غير هاد الجناوح هادو. وكنستف شويه ديال الكروفات وكنزيد شي شويه ديال الماء على هاد الشكل، وكنغطي بالالومنيوم. كنقص العافيه حتى الاخر وكنغطي على هاد الشكل هذا، وكنخلي 10 ديال الدقائق. من بعد ما داس 10 ديال الدقائق كنحل عليه باش غادي ندوزو للمرحله الثانيه ان شاء الله. اهم حاجه تبقى العافيه ناقصه باش ما يتحرقش لكم البايله ديالكم. دابا كناخذ كروفيت بالقشور ديالو وكنزيدو فوق البايله على هذا الشكل هذا. نتوما ديك الساعات كتختاروا الديكوراسيون اللي بغيتو. المهم انه ملي كتخليوه بقشورو كيعطي واحد الطعم عاوتاني زوين، وداك القشر ديالو كيطلق حتى هو في البايله. كناخذ شويه ديال المحار او الماصوص وتا هو كنديكوري به بالطريقه اللي بغيتو. هذا اللي استخدمته انا هو ديجا كيكون طايب وكيكون في الفريزر سكشن. نتوما الا بغيتو تجيبوه حي وفريش خاصو يكون مسدود، حيت المحار اللي كيكون محلول كيكون مسموم، ضروري خاصو يكون مسدود عاد تخدمو به. اما هذا اللي خدامه به انايا دابا راه ديجا طايب ومحطوط في الفريكو. يعني شوفوا نتوما وشنو غادي تخدمو. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الكالامر.
الكالامر سلقته لمدة ديال 5 دقائق لا أكثر في شوية ديال الملح وشوية ديال ورق سيدنا موسى صافي، وكنحطو على هذا الشكل هذا. المهم نتوما والديكوراسيون اللي بغيتو، ما ديروش ضروري نفس الديكوراسيون اللي درت انا يسمحوا ليا. وكنزيدو دابا عاوتاني واحد نص لترو ديال الماء. طبعا انا كنقول لكم نص لترو، انا دايره كميه ديال 8 الاشخاص هنايا. نتوما طبعا كيخصكم ديروا الماء على حساب الاشخاص ديالكم. كنعاود نسد عليه عاوتاني وغادي نخليه عاوتاني واحد 10 دقائق واحدة اخرى. وكنزيد ناكد لكم انه خاصو يكون العافيه مهيله بزاف صافي. من بعد 10 دقائق تقدروا تحلوا عليه وتطفيوا البوطه وتنجوي يور ميل. هذا الشكل ديالو ملي كيوجد. كنزيدوا عليه شويه ديال الحامض حيت الحامض مع السر كيجي معاه غزال، وان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم. وإلا عندكم اي ملاحظه صيفطوها لي في الخاص وان شاء الله نجاوبكم عليها. السلام عليكم.